الاصدار اللي بين تونس وليبيا بارامون فعليا ماهوش باش يقضي لا على التهريب ولا على الارهاب، لانهم المهربين ديما الوسائل نتاعهم انجع من الجدار اللي باش يعملوه، ومضار نتاعو نفسانيا بين الشعب الليبي والشعب التونسي مضار كبير كبير برشا. نجم يكون باهي علاش؟ علاش باش يحفظنا شويه من داعش هذا الموجود. خويا راي انا الخاص ماذا بينا يتموه في اقرب وقت الجدار هذا، خاطر يحمينا من الارهاب ومن الناس اللي تحرق ومن الهم الكل. ولا احسن نعم احسن نعم خلي سكر، خلي تركح البلاد، خلي تنظف، سكروا الحدود على الكمين، سكروا الحدود على الناس الكل، كنت رجعي من غادي كلها تحب ولا تكره، انا نقول لك كنت رجعي من غادي كل قولي انت سكر الناس الكل، ماذا بيزيدوا يحفروه وردوه وياه اصلا تعدى المكمين تعدى حتى على ساقيك ما تعداش. جدار في الوقت الحالي يصلح ينقص علينا برشا برشا مصايب، فهمتني؟ ماذا بهم يكون يعني في ماهوش حاجه يعني نتاع باساجي، يلزم حاجه بالضبط. ماذا بينا كنا نحيو الفساد بهالجدار هذا باقي حاجه طيبه ياسر، اول انه بالذات حتى الناس اللي تكون مستنفعه باش تضر شويه مش مشكله، المهم الضرر الكبير الجاي الكبير سدوه نستريحوا. هو ماهوش حل معناتها جذري 100%، ولكن ينقص على كل حال، ينقص من التهريب، ينقص من تدخيل السلاح، ينقص من برشا مشاكل. ماهوش حال ماهوش خايب، ولكن ماهوش حل 100%. باهي وقايه خير من العلاج، خير باهي الجدار هذاك هاكا، عندهم الدوان عندهم راس جديد الرهيبه يتعداو مرحبا بيهم، انا باش تولي ارهاب يدخلوا لنا من الحدود قداش نامنوا احنا 500 كيلومتر ايش باش تامن يا سيدي غارق الحدود طويله. زاد هذه مشكل كبير ياسر، فهمتي؟ مع الوضع اللي تعيش فيه توا تونس تشوف نحن ديجا نعيشوا في وضع كارثي، مع الاخر ضربه الاخرى نتاع سوسه قاعدين اللي نحن ضرينا نحن هكا، انت تو معنا في الاسواق يظل تشوف الاسواق ما حتى السياح ما عادش فما برشا سياح، والحاجات اللي بيه انك تولي فما ميم حتى فما ناس اللي باش تدخل وتخرج على ليبيا باش يضروا منها شوي. حاجه خايبه معناها خاطر ليبيا معناها احنا خويات فهمتني، وجا عندنا برشا تونسي يخدموا في ليبيا، وتولي حكايه معناها ما عرفتش حاجه خايبه باش تولي بينات باش تولي يخزرونا هما كي خلينا بيهم هم. جا احنا قاعدين نبعثوا لهم برشا معناها ماكله ودواء ونعاونوا فيهم برشا، دونك معناها ويلزم احنا جانا احنا لازم نتحدوا مش لازم نتفرقوا، معناها خص معناها نقسموا البلاد على ثلاثه ولا اربعه ما تجيش. ما يلزمش جدار عازل، بار كونتر اللي انت يسمك تقوي معناها في السالير نتاع الامنيين باش تخليه معاش يحتاج لل معناها تحب ولا تكره، فما معاملات اخرى معناها فما رشوه فما معناها حاجات اخرى. يلزم يكون الجدار هذا بينه وبين ليبيا يلزم يكون راهو مش من توا حقه عنده من تنحيه القذافي، فهمتني؟ لازم يكون وهذه حدود نوعنا حر فيها نعملوا اللي نحبوا.